كل حدا فينا بحب يسافر على طريقته. ناس بتحب تسافر على مدن كبيرة، وناس بتحب تسافر على مدن تاريخية، وناس بتحب تسافر على الطبيعة. رحلتنا الجاي على مدينة تاريخية بامتياز، عمرها أكثر من 2000 سنة. أهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد بحلقة جديدة من مغامرات تموز. رحلتنا اليوم على مدينة مدرجة على التراث العالمي، عمرها أكثر من 2000 سنة، اسمها ريجنسبورغ. ريجنسبورغ حسب اللغة الألمانية ريجن مطر وبورغ قلعة، فقلعة الأمطار. هل معنى الاسم صحيح؟ هل هي قلعة الأمطار؟ تعالوا معي بهالجولة لنتعرف أكثر عن هاي المدينة. تقع ريجنسبورغ في أقصى نقطة شمالية لنهر الدانوب عند التقاء روافد الدانوب اليسرى ناب وريجن. ريجنسبورغ هي المدينة الوحيدة التي يمكنها إثبات عمرها من خلال نقش تأسيسي أصلي إمبراطور سيزر ماركوس أوريوليوس أنطونيوس أوغسطس. كان لديه حصن ببوابات وأبراج بنيت للفيلق الإيطالي كما يقول لوح حجري تم العثور عليه بالصدفة منذ 100 عام. هكذا فإن الظروف المحيطة بتأسيس المدينة واضحة في عام 179 ميلادي. وضع الإمبراطور الروماني مارك أوريوليوس فيلقا من الجنود في قاعدة عسكرية محصنة هنا على نهر الدانوب على الحدود بين إمبراطوريته والإلمان. كان الموقع الدقيق للمكان هو الذي يتدفق فيه نهر ريجن الصغير الرافد إلى نهر الدانوب، ولهذا أطلق عليها اسم كاسترا ريجينا وترجمته قلعة تحت المطر. 179 بعد الميلاد تأسيس ريجنسبورغ كمعسكر للفيلق الروماني كاسترا ريجينا مخيم تحت المطر نيابة عن الإمبراطور مارك أوريل. في مخيم كان الثالث تمركز الفيلق الإيطالي مع حوالي 6000 جندي. القرن السادس الميلادي أصبحت كاسترا ريجينا باسم ريغانسبورغ المقر الدوقي لأجيلولفينغا وأول عاصمة بافاريا. عام 700 ميلادي تأسيس كنيسة القديس إمريان. 739 ميلادي تأسيس أبرشية ريجنسبورغ على يد القديس بونيفاس. 788 ميلادي تسيلوس الثالث آخر شخص من عائلة أجيلولفينغر خلعه شارلمان ولأول مرة دعا إلى تجمع إمبراطوري في ريجنسبورغ. عام 1007 فقدت ريجنسبورغ وظيفتها كمدينة سكنية لكنها لا تزال ذات أهمية كبيرة. القرنان الثاني عشر والثالث عشر ازدهار اقتصادي من خلال التجارة البعيدة إلى باريس والبندقية وكيب. أصبحت ريجنسبورغ واحدة من أكبر المدن وأكثرها ازدهارا في ذلك الوقت. لا يزال من الممكن رؤية العمارة الرومانية والقوطية في العصور الوسطى في أجزاء كثيرة من المدينة القديمة. بين عام 1135 و 1146 إنشاء الجسر الحجري أصبح معجزة معمارية في العصور الوسطى ونموذجا للعديد من إنشاء الجسور مثالا جسر تشارلز في براغ. عام 1180 عزل هنري الأسد من لقب دوق بافاريا من قبل إمبراطور باراباروسا في حمية ريجنسبورغ. من الآن فصاعدا حكمت عائلة فيلسباخ بافاريا. 1245 منح الإمبراطور فريدريك الثاني المدينة الحق في الحكم الذاتي من خلال امتياز تعيين رئيس البلدية والمجلس. المدينة الإمبراطورية المجانية حتى عام 1803. حوالي 1273 بدأ بناء الكاتدرائية القوطية في ريجنسبورغ. من عام 1400 فقدت ريجنسبورغ السيادة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقرون الماضية. 1492 ل 1496 استعاد الإمبراطور وضع المدينة الإمبراطورية الحرة. 1519 طرد اليهود من ريجنسبورغ وتدمير منطقتهم السكنية. 1542 تحولت المدينة إلى طائفة البروتستانت. 1633-1634
غزا السويديين ريجنسبورغ تحت قيادة برنارد فون فايما في حرب 30 عاما استعادتها القوات الإمبراطورية والبافارية بين عام 1663 و1806. البرلمان الدائم في ريجنسبورغ من بعد 1594 كان البرلمان يعقد بانتظام بمبنى مجلس مدينة ريجنسبورغ. 1663 لم يعد يتم حل الرايخستاغ، مما جعله الرايخستاغ الدائم. يلتقي أمراء الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومبعوثون من جميع أنحاء أوروبا في الرايخستاغ الأبدي. الرايخستاغ في الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الدول الأوروبية التي انبثقت عنها وفي بعض الدول الأخرى، يشير الرايخستاغ إلى جمعية البرلمانية المشتركة والتي كانت تهدف إلى أن تكون بمثابة توازن للإمبراطور ولاحقاً للقيادة الإمبراطورية أو حكومة الولاية. 1802 إنشاء إمارة ريجنسبورغ بدلاً من المدينة الإمبراطورية الحرة. 1806 حل الرايخستاغ والإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية في ريجنسبورغ. 1809 اقتحام القوات الفرنسية ريجنسبورغ بقيادة نابليون. 1810 عقد التنازل عن الإمارة الروحية ريجنسبورغ إلى مملكة بافاريا المشكلة حديثا. أصبحت ريجنسبورغ عاصمة مقاطعة البافارية المشكلة حديثا ريجنكرايس. 1810 استولى الفرنسيون على المدينة. 1830 وضع احتفالي لحجر الأساس لفالهالا بحضور الملك لودفيك الأول. 1838 تم تعيين ريجنسبورغ عاصمة لمقاطعة أوبا بلاتينات وريجنسبورغ، والتي تتوافق بشكل أساسي مع حدود منطقة أوبا بلاتينات الإدارة الحالية. 1845 استكمال قناة لودفيك دانوب الرئيسية. 1870-1872 تم الانتهاء من بناء الكاتدرائية بعد 600 عام من البناء. 1910 افتتاح لويد بولد هافن ميناء لويد بولد، واليوم هو وست هافن. 1938 تم تدمير الكنست رايس كريستال ناخت. 1943 غارة جوية على ريجنسبورغ قتل فيها 400 شخصين، تم إنقاذ البلدة القديمة إلى حد كبير. 1945 في 23 أبريل نصف جسر نهر الدانوب، إعدام خطيب الكاتدرائية دكتور يوهان ومفتش المنطقة مايكل لوتنر وعامل مستودع جوزيف زيركل. في 27 أبريل تم تسليم المدينة إلى القوات الأمريكية. 1446 أصبحت ريجنسبورغ مدينة كبيرة. 1960-1961 بناء أوستهافن أو الميناء الشرقي. 1967 تم افتتاح الجامعة في 11 نوفمبر. 1973 تم وضع المدينة القديمة في ريجنسبورغ تحت حماية النصب التذكاري. 1995 اليوبيل 750 سنة حرة إمبراطورية المدينة. 2006 أصبحت مجموعة البلدة القديمة في ريجنسبورغ مع شتات أمهوف أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. 2011 تم منح ريجنسبورغ عقدا لمتحف التاريخ البافاري الجديد. 2013 اليوبيل 40 عاما من مهرجان المواطن. 2014 معرض ولاية بافاريا لودفيك دير بايا فيرزنت كايسر. 2014 تم بناء هاوس اوف ميوزيك وافتتاحه في فبراير 2015.